تعامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج يطل عليكم في أربعاء جديد وحلقة جديدة من حلقات يا هلا بالعرفج، وهذه المرة أيضا من قاهرة المعز، إضافة إلى باقي فقراتنا الثابتة كما عودناكم كل مساء. اهلا وسهلا بكم، مساكم الله بالخير، شكرا دائما لكل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا فيها. هلا نبدا الحلقه برصد الراي في الصحافه السعوديه، المقال اكثر قراءه، المقال اكثر تعليق، المقال الذي اخترناه لكم نحن فريق برنامج هلا من الصحافه السعوديه، نتابع. المقال الأكثر قراءة من صحيفة عكاظ للكاتب سعيد السريحي بعنوان جامعاتنا تدرس الكفر البواح، يقول اجتمع يوم أمس فيما نشرته الصحف خبران عن مسألة ينقض أحدهما الآخر. أحدهما نشرته عكاظ عن كتاب أصدره قاض في المحكمة العامة في الليث بعنوان كليات القانون والحكم بغير ما أنزل الله. أكد فيه مؤلفه أن القوانين التي تدرس في كليات القانون بالعالم الإسلامي كفر بواح، وأن المنهج الذي يدرس للطلبة ينص صراحة على أن هدفه تكامل الأحكام الطاغوتية وليس هدفه ضبط الأحكام الشرعية وبيان فضلها. أما الخبر الآخر عن ورشة عمل تنظمها جامعة الإمام من أجل مناقشة استراتيجيات التعلم والتعليم لطلاب كلية الشريعة والقانون، وذلك تحت عنوان مصفوفة الكفايات لكلية الشريعة والقانون. وكان يمكن تقبل الخبرين كليهما لو أن كتاب كليات القانون والحكم بغير ما أنزل الله الذي ألفه معاذ المبرد القاضي بمحكمة الليث يتحدث عن كليات القانون في الدول الغربية أو الدول الإسلامية الأخرى. أما حين يكون حديثه عن الجامعات السعودية وينص على جامعة الملك سعود بالرياض مستشهدا بمناهجها ومستعينا بنماذج من أسئلة اختباراتها لطلابها ممثلا بخريجيها الذين تمنحهم شهاداتها، فإن حجم التناقض بين ما يراه المؤلف وزكاه عضو في هيئة كبار العلماء والهيئة الدائمة للإفتاء وقدم له داعية محسوب في العلماء وبينما تدرسه الجامعة يبلغ حدا من التناقض لا يحسن بالجامعات السكوت عليه وتجاهله، كما لا يحسن بغير المؤلف والمزكي والمقدم من العلماء والفقهاء وأساتذة الجامعات والمحامين ورجال القانون الصمت عن كتاب مثل هذا الكتاب، فهم مطالبون إما بموافقته على ما جاء فيه من اتهام لجامعاتنا بتعليم ما هو كفر بواح والعمل بالأحكام الطاغوتية أو الرد على ما جاء في الكتاب، فحسبنا ما نحياه من تناقض ينتج عن الصمت والتساهل حتى بات مجتمعنا يسير في خطين متوازيين لا يلتقيان أو في خطين متصارعين لم ينتج لنا غير تخبط في التفكير وتناقض أصبح ضحيته شبابنا الذين باتوا لا يعرفون من يصدقون ومن يتبعون، لا يعرفون الصواب من الخطأ والصحيح من الزائف والكذب من الصدق. المقال الأكثر تعليقا من صحيفة الوطن للكاتب علي الموسى بعنوان المدرسة فصل التربية عن التعليم، يقول وفي الجواب على التعليقات الواسعة على مقالي السابق إلى معالي وزير التعليم سأقولها اليوم مكتوبة مسموعة، نعم المدرسة ليست مكانا للتربية ويكفيها من المهمة الكبرى أن تكتفي بمهمة التعليم. هنا يبرز السؤال، هل على المدرسة تعليم الملايين من أبنائنا أساسيات العلوم من أجل المستقبل، أم هل المدرسة نادٍ اجتماعي للتدريب على الأخلاق والقيم؟ وأنا أقصد بالضبط بالأخلاق والقيم ما يسمى في النظرية بسوشيال فاليوز، وهنا تصعب الترجمة رغم سلاسة المفردة. الكارثة أننا ومن أجل حداثة التعليم استوردنا المفردة الشهيرة في مصطلح education، وهي مفردة ومصطلح بالغ الخطورة عند الترجمة إلى العربية لأنها تصلح أن تترجم إلى ذات المعاني نفسها بذات الدقة، هي التعليم وهي التربية، وكل ما أقصده بالضبط أن المدرسة مسؤولة عن التعليم ولا دخل لها بالتربية. والخلاصة التي أود أن أصل إليها، دعونا نرسل أطفالنا كل صباح إلى مدارسهم من أجل التعليم، دعوا التربية للمنزل. هنا يبرز السؤال، هل المعلم مسؤول عن تربية من تخلى عنه والداه؟
وهل سيكون هذا المعلم البائس المسكين تحت طائل المسؤولية فيما لا يفعله الآباء في المنزل؟ دعونا نفضح الكذبة الكبرى في كل ما يحمله أطفالنا كل صباح من الكتب التي تذهب هدرا إلى كذبة التربية لا إلى حصص التعليم. نحن بالملايين عبرنا هذه المدارس خلال كل تلك العقود من الزمن، وخذوا هذه الأمثلة. هل تعلمنا فرائض الصلاة في المدرسة؟ هل لم نتقن طهارة الوضوء إلا في المدرسة؟ هل لم نصل أرحامنا لولا المنهج والكتاب المدرسي؟ هل لم نعرف فوارق الحلال والحرام لولا المدرسة؟ والخلاصة في النهاية، هناك كذبة كبرى جعلت من المدرسة ومن المعلم ومن المنهج والكتاب المدرسي مسؤولة تتحمل أكثر مما يمكن لكل هذه الأركان أن تتحمله. المدرسة مكان للتعليم لا للتربية، وعلى ذمتي أحمل كل ما كتبت. المقال الذي اختاره لكم فريق يا هلا من صحيفة الرياض للكاتب راشد الفوزان بعنوان سدد ثم اشتك، هل لا زالت؟ يقول: مما يحدث من أزمة المياه الفوترة وما يتم تداوله هذه الأيام مع التعرفة الجديدة، البعض اشتكى من ارتفاع الفاتورة، وهو حق له أن يشتكي، وحق وزارة المياه أو شركة المياه أن ترد وتوضح بشكل لا لبس فيه إن كان مبررا أو لا، ولكن البعض ينقل أنه قبل أن تشتكي عليك السداد. وسؤالي هنا: هل لا زالت هذه العبارة تستخدم في حال الخلافات أو اللبس، أن يسدد المواطن ثم يشتكي؟ إن صحت هذه العبارة أنها تستخدم سواء بالمياه أو الاتصالات أو الكهرباء أو غيرها، يجب أن لا يتم الموافقة عليها خاصة من وزارة التجارة والصناعة، فهي المعنية هنا لأنها تلمس مستهلكين وهم المرجعية لهم أي الوزارة. من ينظر لقضية شركة المياه ووزارة المياه والكهرباء يضعنا أمام متغيرات مهمة، لبس كبير في الفواتير، وذكرت أن من الصعب جدا أن تصل فواتير مستهلك منزلي إلى أرقام بالآلاف، والخطأ يحدث وليست مشكلة ولا عيبا، ولكن الاستمرار بالخطأ هو الإشكالية الآن. وأقترح على شركة المياه ووزارة المياه أن تؤكد لكل من تجاوز منزله فاتورة 1000 ريال أنه سوف يعاد النظر بها بمزيد من التدقيق والفحص والتأكد، وأن الماء سيستمر ولن تقطع مهما كانت قيمتها حتى يتم التأكد. والهدف ليس جلب أو جباية أموال بقدر ما هي خدمة للمواطن للترشيد والاستهلاك وتوفير الماء لخدمة الجميع. إعادة النظر بالفواتير بمزيد من الفحص والتدقيق سواء بالقراءات أو نظام الفواتير أو ما تراه الشركة والوزارة، فإما تؤكد أنه استهلاك فعلي وتثبته من خلال حركة الصرف أو وجود تسريب أو نحو ذلك، أو عدم إثبات ذلك وتعاد الأمور لنصابها. ووفق ما قال معالي الوزير أن ثلثي المستهلكين أي 73% يدفعون أقل من 182 ريالا بما فيهم الصرف الصحي، ونثق بما قاله تماما. إذن المشكلة بنسبة ضئيلة يجب حلها وفق ما قدمت من مقترحات أو ما اقترحه غيري من الحلول الممكنة بمزيد من التدقيق والإثبات. ونبقى في المملكة العربية السعودية، أبرز ما كان فيها اليوم، ولكن هذه المرة بالأرقام وليس بالكلام. مئتان وخمسة وثمانون مدينة سعودية يعيش فيها 83% من السكان. 20,000 سعودي وسعودية سيدربهم صندوق تنمية الموارد البشرية قريبا على بيع وصيانة الجوالات. 33% تخفيض أسعار المكالمات بين مشغلي الهواتف المتنقلة بالمملكة. 6 مشاريع متعثرة سحبتها أمانة الشرقية من مقاولين مماطلين وتطرحها مجددا. 3 إجراءات حددتها وزارة المالية للوزارات والجهات الحكومية لتحصيل التبعات المالية التالفة والمفقودة. 85% من بلاغات برنامج الأمان الأسري إزعاج. 2,400,000 متر مربع من لصوص الأراضي الحكومية بالطائف. ونتابع مقطع اليوتيوب الأكثر تداول والهاشتاغ الأنشط بين المغردين والمغردات اليوم. من الفيديوهات الأكثر مشاهدة اليوم حلقة جديدة من برنامج ضربة حرة بعنوان مهمة خاصة. السعودي على الدريم لاينر 787 بنرافق البعثة لأبوظبي قبل مواجهتهم مع الإمارات. تعال معايا، طائرة مقدمة من خطوط السعودية لبعثة المنتخب، طائرة خاصة حنكون في وسطها بدون ما البعثة تدري. أنا حندس في الكوكبيت، الشباب المصورين حيلبسوا لبس المضيف. وأكرمني وضيفني يا حبيب الكل، تعال معايا. صح
صعد فريق العمل على متن طائرة دريم لاينر لإنهاء التجهيزات وزرع الكاميرات. هات اللبس. خذ يا مصورني ألبس وتنكر. خذ ألبس ألبس مضيف. ومثل ما أنتم شايفين خلينا أحد أعضاء فريق العمل يتنكر بلبس مضيف. وأخيرا المضيف السري صار جاهز. وهنا طاقم الطائرة يجهز ضيافة نجوم الأرض. اقتربت ساعة الصفر، وصول الأستاذ أحمد عيد وأعضاء الاتحاد السعودي للصالة الخاصة. من الهاشتاجز الأكثر نشاطاً اليوم رخصة المعلمين، وذلك بعد أن ذكرت هيئة التقويم أن أول رخصة للمعلمين ستكون العام المقبل وخمس مستويات للاختبارات، وذلك حسب صحيفة المدينة. إذن فاصل أول، بعد الفاصل ننطلق مع أيقونة الفرح في السعودية وفي العالم العربي وفي العالم أحمد العرفج في حلقة جديدة من حلقات هلا بالعرفج. أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من حلقات أهلا بالعرفج. هذه المرة أو المرة الثانية من القاهرة خلال أسبوع. ما الذي يحدث العرفج هناك؟ دكتور مساك الله بالخير. يا هلا والله بسعد، حياك الله. هل يعني خلاص ارتحلت إلى القاهرة خلاص؟ لا 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 بد من جدة بضم الجيم. لا والله هو ملف بسيط بخلصه، لأني قريت سيرة الملك فاروق الله يرحمه سكن جنة النعيم، لقيت أنه يشياء أنت مثلي تحب الحمام، الحمام يطحنون ويشربوا كعصير. إذا تحققت هذه الأمنية البسيطة وشغالين عليها، متى ما تحققت شربت الكاس حمام عصير حمام ساعود. نعم احتمال قريب يعني. والله لو أنك بتطحن بعير يعني كان رجعت وبحمامة. طيب دكتور، راح نبدأ بأول خبر. الحقيقة الناس في السعودية الرأي العام زعلان وغاضب غضب شديد من وزير المياه والكهرباء الدكتور حصين. ناس مستاء من رفع الفاتورة بشكل جنوني وغير معروف طريقة الرفع وكيف وليش، وناس زعلانة من التصريحات المستفزة إذا جاز التعبير. وكلنا يعلم بأن الدكتور الحصين أو الوزير الحصين هو تاريخ من التصريحات المستفزة، بدءا من مشكلة المياه في جدة قبل أعوام، واليوم يعني مثلا قال ما نصه أنه يعني عدد وزير المياه والكهرباء عدد من الوسائل التي تتسبب في زيادة استهلاك المياه في المنازل، يعني قال انه عندنا استهلاك عالي قد يكون ذلك، ولكن قال منها السيفون، وخاصه انه في بعض المنازل قبل عام 2005 مواصفات 12 لتر مع حمله الترشيد، يقول وزعنا كيس للازاحه وخفض الاستهلاك الى 3 لترات، مؤكد ان هناك مواصفات جديده ستصدر فيما يتعلق بالسيفون 4 لترات وستصدر قريبا. وعاد وأكد على كل مواطن يركب ادوات الترشيد، وهذا المطلب ليس صعبا اذ انها ستساهم في خفض الاستهلاك الى 40%. وأيضا أشار أن التعريف الجديد ستحقق الهدف، والتعريف الجديد ستحقق الهدف الذي تسعى إليه الوزارة للترشيد من استهلاك المياه. إحنا لا ندري هل هو ترشيد أم جباية، لأنه اللي قاعد يصير غريب شوي. طبعا في التصريح اللي إحنا ناقشناه اللي هو أنه يقول فاتورة الكهرباء لا تتعدى نصف فاتورة
جوال لأحد أفراد الأسرة، وهذا الحقيقة تصريح لحد الآن ما عرفنا يعني هل هو مبني على أسس علمية ولا هو كذا مزاج التصريح. الناس زعلانة يا دكتور، رأي العرفج في هذه المسألة؟ شوف يا أبو سعد، يعني تذكر قبل شهرين أو ثلاثة أنا وأنت عندك في الاستديو ناقشنا أنه الوزراء يجب أن يعطوا دورات في طريقة التعامل مع وسائل الإعلام. قد تكون أهداف الوزير جيدة لكن التعبير عنها مهم. الناس إلى حد بعيد ما أقول محتقنة بس غاضبة قليلا، والوزير دخل خانة السخرية. يعني تذكر قبل فترة واحد قال أن السكن مشكلة فكر، الآن إحنا الوزير هذا قبل سنوات أيضا الحصين الله يذكره بالخير قال مشكلة المياه في جدة نفسية وليست حقيقية، ولذلك فتحوا 3 مستشفيات نفسية في ذلك الوقت أو هكذا سخروا. يعني أيضا الوزير الآن يعني إذا أنا أصبح كأنه رجل استفزازي، يعني يسعى لاستفزاز الناس ودخل في السخرية فيتحمل ما يجيه. أنا أقول ليت الوزير يكمل أيضا الملف حق مدام منع السيفون، أيضا يتوسط لنا عند هيئة كبار العلماء بأنه يجوز التيمم مثلا بدل الوضوء، طالما الوضوء أيضا ينفق تكلفة كبيرة من المال فخلاص نتعفر ونرتاح أيضا، ويفعلون أيضا صيام الاثنين والخميس حتى لما نصوم ناخذ أجر من الله ونقلل شرب الموية أيضا. أيضا الوزير قال بسخرية عالية، قال احفروا آبار في بيوتكم تفادي لرفع فواتير الموية. يعني لم يعد وزيرا فقط أنه يعني يسن قوانين أو وزير يعني يشرح للناس ما يحدث، لا هو يستفزهم أكثر. سحب السيفون هذه صراحة منتهى السخرية، أنا ما تعودت. حنا مع الأسف مضى سنين الوزير صامت، ولكن الوزراء الآن بدأوا يتكلمون وكأنهم مو أعداء للشعب وكأنهم في حالة حرب مع الشعب. وهذا ما أعتقد أن ولاة الأمر يقبلون مثل هالتصرفات. نعم. أنه نعم. أنت تدخل يعني بدل ما تبرر ليش المياه غالية ولا شيء أو كذا أو تدعو للترشيد المياه، لا تبتز الناس وتقول تستفزهم وتقول والله لا تفتحون السيفون أو أن تقول لهم احفروا آبار. يعني أنا أعتقد هذا هو، مع أني أنا الحمد لله يعني قليل شرب المياه ولا أستخدم المياه، تروش مرة في الأسبوع. والله أنا أتيمم أحيانا وأيضا أتروش، والله مو دائما أتروش، يعني مرة في الأسبوع وأحيانا بالشتاء مرتين في الأسبوع، ولا تمشي مع ملف الأمن الماء، هذا الملف المائي. أي طبعا أنت سابق عصرك يا دكتور، ويعني يبدو لي أنت والوزير في خط واحد وفي خندق واحد، وإن شاء الله نصير نزورك يعني في اليوم اللي تأخذ فيه الدش حقك إن شاء الله. راح ناخذ خبر من صحيفة الوطن المصرية. يبدو بدأت تسقط علينا الصحف المصرية دكتور مع أنك هناك، لكن ما في مشكلة، الحدث يستحق. الرئيس القبرصي عن اختطاف الطائرة المصرية، فتش دائما عن المرأة. نتابع الخبر. قال الرئيس القبرصي نيكولاس أناستاسيدس تعليقا على حادث اختطاف الطائرة المصرية التي هبطت في مطار لارناكا القبرصي إن الحادث ليس مرتبطا بالإرهاب. وأضاف أناستاسيدس خلال حديثه ردا على أسئلة الصحفيين بخصوص أن الحادث وقع بسبب امرأة، فتش دائما عن المرأة. وأشار الرئيس القبرصي إلى أن 49 على الأقل من ركاب الطائرة أطلق سراحهم، مشيرا إلى أن الحكومة القبرصية بذلت كل الجهود الممكنة من أجل إطلاق سراح آمن لجميع الركاب. تفضل يا دكتور. نفتش على المرأة هي مقولة فرنسية قديمة ولكن استخدمها الرئيس القبرصي في مكانها هذه المرة. تفضل. طيب بس أول شيء أعلق، أنا للأمانة جايني عرض من الكتابة في صحيفة الوطن المصرية، لكن مو هذا السبب، السبب إني ما وجدته في أي صحيفة مصرية. خلاص ما في داعي تسوي صفقاتك على شاشتنا يا دكتور مدخل. يعني ما في داعي، يعني خل البرنامج يهلا بالعرف القصية. طيب أبشر. فالآن هذا فتش على المرأة، ما في شك أنه مثل مصري، وأيضا في كتاب ويليام كار يقول اليهود وراء كل جريمة. مثل فرنسي قصدك يا دكتور، تحط المرأة وراء مثل فرنسي، أنت قلت مصري سهوا يا دكتور. أي مثل فرنسي، نعم. طيب لا مصر مثل فرنسي آسف. أيضا في دراسة غريبة نشرت في الصحافة السعودية أنه 40% من حوادث المرور في السعودية سببها النساء. احنا الان بنجمع طبعا محادث اختطاف الطائره، هذا جميل وغريب ايضا، رومانسي غريب،
وأنا أعتقد أنه كما قال البعض في تويتر أنه من صدى الأغاني، تعرف أنت معلم وإحنا منك نتعلم. البيت الثاني يقول نجيب لك طيارة، لا طيارة قليلة عليك. فيبدو أنه استجاب مع الأغنية وجاب الطيارة لزوجته بهذا الشأن. لكن أنا أقول لك أنه فعلا الآن مسألة المرأة، وزي ما قال رئيس قبرص أنه أكثر الحوادث الخطيرة في العالم سببها امرأة. هل هذا صحيح؟ هل هذا خطأ؟ مو أنا وانت نجاوب، حنا بس نضع المشكلة ونشرحها. وأيضا يقولون أن ثلاث أرباع المشاكل اللي تسويها المرأة هي سبب أن الرجل هو سببها، أنه الرجل مستفز وعناني، فبالتالي المرأة يعني تصل إلى هذه المرحلة من العمل عرفج. رواية العرفج للموضوع، لا أنا رأيي مو مهم، وانت قلت ما نسوق، لا لا رأي العرفج هذا له مبلغ ثاني، حنا الحين بس نعلق. لا لا من ضمن الباكج ترى، على فكرة بدينا بدينا ناخذ حركات. والله والله لا، شوف انا اعتقد انه انت لما تستقر التراث تجد انه المرأة فعلا لا تقل، يعني لما تقرا تاريخ الخلفاء ودخول المرأة وايضا تحويلها من شخص الى شخص وايضا افعال مثل هذه ممكن تصير. بس هنا هو الرجل كان يريد ان يرى زوجته واولاده في قبرص فخطف طيارة. وانا اعتقد انه لو كان استشار العرفج، انا اعطيه مجانا مع اني ماني بعطي استشار، كان راح امام السفاره القبرصيه بملابس شبه عاري وسوى اعتراض، وممكن يجيبون لي اياها ثاني يوم، بدلش انه يزعج الطيران ويروح القبرص ويروع الركاب. وفي ناس انا من اصحابي اليوم كانوا مسافرين اجلوا رحلتهم خايفين لا يصير لهم ما صار مع صاحب قبرص. طيب نروح يا دكتور لخبر الحقيقه، انا مهتم جدا بتعليقك عليه، وانا بحاول أن ادلي بدلوي اذا امكن. الخبر من صحيفة عكاظ: الصحة تمنع الإعلاميين من تغطية الحدث وتكتفي بالأسف. نتابع. فوجئ الصحفيون ومراسلو القنوات الفضائية والمصورون بمنعهم من تغطية حفل تدشين مشاريع وزارة الصحة التي أطلقها أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل يوم الثلاثاء بحضور وزير الصحة خالد الفالح. ووضعت وزارة الصحة ممثلة في قسم العلاقات العامة قيودا ليس لها مبرر لحرمان الإعلاميين من تغطيتهم للحدث المهم، إذ أوصدت كل الأبواب في وجوههم ولم يتمكنوا من اجتياز الحاجز الأمني رغم المحاولات المستمرة، ما خلق مشادات بين الطرفين زادت تأزم الموقف، بينما فتحت أمام المسؤولين في القطاعات الحكومية الأخرى وموظفي وزارة الصحة. تفضل يا دكتور. شوف يا أبو سعد، بلا شك أن الخبر محبط، لكن أيضا لازم نضع السؤال: هل الصحة هي اللي منعت أو الإمارة أو جهات أخرى؟ حنا أيضا يهمنا المعلومة هذه، ويجب الجهة اللي منعت تصرح. بعدين اللي لما تقرأ في ثنايا الخبر، المفترض أنه وزارة الصحة تفرح، لأنه تعرف إحباطاتها في الأشهر الأخيرة كثيرة. لو جو الصحفيين ذولا وهو يعني 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 في في المناسبة كانت احتفاء بالصحة واحتفاء بإنشاءات لها واحتفاء بأفعال لها، ففرصة أنها تصححها. لكن غريب اللي حصل أيضا أنهم حشروا الصحفيين في غرفة، وعشان لا يقابلون الوزير دخلهم في غرفة لها مخرج واحد على الفناء، بالتالي ما يقابلون الوزير. هذه السنة أنا رصدت اللي حصل في منع الصحفيين حادثتين، مثلا مجلس البلدي في جدة بدأ فعاليات وجلسات الأولى بطرد الصحفيين، في ملتقى آخر لملتقى الأمن الفكري أيضا منعوا دخول الصحفيين. أنا أعتقد هذا مؤشر خطير، وأيضا نقص في سلم الشفافية. إذا كنا نريد شفافية، بعدين هذه ملتقيات ترى بسيطة، يعني ما تحتاج المنع، مجلس بلدي، منشآت صحة، هذا ما هو قمة عربية ولا هو أيضا مؤتمر أمني خطير يخشى أنه المعلومات نخشى أن المعلومات تتسرب بالتالي تضر بسير العمل. لا، هذه إنشاءات بسيطة، بالعكس المفروض الصحة تعطي الصحفيين يعني دعوات وسكن وفنادق حتى يأتوا يعني. ويهمني رأيك يا أبو سعد بصفتك أنت ابن المهنة. لا كلنا ابناء المهنة، لكن الحقيقة شوف، إن كانت الأمارة هي السبب فهذا غريب، لأن الأمارة دابت دائما على التواصل حقيقة مع الإعلاميين ومع الإعلام، وهذا يعني ممثل في شخصية أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين الأمير خالد الفيصل منذ الزمن، وايضا زملائنا اللي انت تعرفهم وانا اعرفهم الموجودين في الاماره في كل مناسبه، يعني يكون في تواصل يكون في تسهيل. اما ان كانت وزاره الصحه، فاحب اذكر وزير الصحه بان هذه وزاره الصحه وليست ارامكو السعوديه. يجب ان يفرق، يبدو ان الوزير حتى الان لا يفرق بين الاثنين او في طريقه التعامل، خصوصا فيما يتعلق بالعلاقه مع الناس ومع الصحافه. نفهم ما يتعلق بارامكو في ان هناك ربما اسرار، ربما امور
دقيقة لا يفهمها إلا المتخصصين، لذلك فهي يعني تذهب إلى مجلات معينة أو مؤتمرات معينة أو صحفيين معينين، وحقهم في ذلك في فترة ما فيما يتعلق برامجهم. لكن وزارة الصحة هذه يعني معنية بالشعب وآلامه وهمومه في المنجز وغير المنجز، يعني فلا أفهم يعني أي مبرر لأنك أنت يعني تتعامل مع الإعلام بهذه الطريقة أو توصد الأبواب أمامهم. الطبيعي أن يكون العكس صراحة. وغدا لا تروحون تلومون الناس تقولون أنتوا دائما تغطون السلبيات ولا تغطون الإيجابيات. أنتوا يعني سبقتوا ما يعني سويتوا شيء ما حد سبقكم عليه. يعني أول شيء طبيعي أن الصحافة تنتقد السلبي، هذه وظيفتها في الحياة. لكن في نفس الوقت إن أشادت بشيء جيد أو منجز جيد فليكن، شكرا ممتاز. لكن أنتوا اليوم يعني لا ترضون بالنقد ولا تعطون الفرصة لغيركم أو للإعلام بأن يوضح إنجازاتكم. يعني أنتوا مضيعين العيدين ومعيد القريتين. عموما لعله يصير في توضيح الفترة المقبلة، أنا ما أبغى أزيد لأني لو زدت راح أكون أكثر قسوة، وأعتقد أن في أخبار يعني أهم. نروح يا دكتور تصريح الأسبوع من صحيفة الشرق، أو نروح لا نروح اللي خبر من صحيفة مكة اللي هو قياس كفاءة المتزوجين، نتابع. يتجه المركز الوطني للقياس والتقويم إلى تطبيق مقياس جديد يكشف من خلاله نقاط القوة والضعف لدى المقبلين على الزواج، يحمل مسمى مقياس الاستعداد الأسري. وبحسب معلومات لمكة، أكد المركز في تقريره السنوي للعام المالي 35-36 أن المشروع يعزز جوانب القوة ومعالجة الضعف لدى الرجل والمرأة بأساليب شتى، منها القراءة الذاتية والتدريب وبرامج المعالجة. تفضل يا دكتور. شوف يا أبو سعد، يعني دائما يعرف الزواج بأنه أقدم مؤسسة اجتماعية في الكرة الأرضية في الكون، يعني مؤسسة قديمة جدا رغم أنها إلى الآن مشاكلها لكنها أقدم مؤسسة. تعال أنت شوف المناهج، أنا ما أعتقد في مناهجنا كلها في منهج واحد أو كورس أو فصل فيه عن تدريب الزوج على الزوجة والزوجة على الزوج وكيفية التعامل معهم، وهي من أهم الأشياء. قد تجد شيء عن الأسرة، لكن الأسرة هذه المرحلة الثانية من مرحلة الزواج وليست المرحلة الأولى. هذا الخبر الحقيقة ممتاز، والله يتمنى نكثف حول النقطة دي. مجلس الوزراء في جلسة الأخيرة خصص 10 مليون ريال لتوعية المقبلين على الزواج والمقبلات على الزواج، المقبلين والمقبلات. في تجربة في ماليزيا نشرت وهي جديرة بالتأمل، مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا عام 1992 وجد أنه نسبة الطلاق تجاوزت 30%، فمباشرة أصدر قرار بأنه كل موظف وموظفة يريد الزواج يأخذ شهر إجازة قبل الزواج ويلتحق بدورات ليتعرف كيف يتعامل مع الشريك وكيف يحل الأمور البسيطة. الأمور الصعبة صعبة، لكن ترى كل أكثر أسباب الطلاق هي مشاكل بسيطة ليست كبيرة. بعد كذا تفاجأوا أنه بعد سنوات انخفض نسبة الطلاق إلى 7% من 33%. شوف هذه الدراسات الحقيقية. أنا أتمنى أنه هذا المركز اللي الآن يعني ننوي القيام به وقالوا أنه الفريد من نوعه وغير مسبوق، أتمنى أنه فعلا أول شيء يختارون له الكفاءات وليس من الناس تجار الشنطة، ثانيا أنه فعلا يعني بمشاكل الأزواج، ما يأخذون يختطفوا مثلا جهة معينة ويركزون على ناحية معينة من ناحية الزواج، لا، الزواج كباكج كامل من كل النواحي. أنا أتمنى، لذلك حرصت أني أعلق على الخبر أنه يتعمق في الدراسات ويلم، لا سيما أنه مجلس الوزراء الآن مهتم في الموضوع وخصص مبلغ للمقبلين والمقبلات على الزواج. وإنت أكيد لك رأي يا أبو سعد. لا خلاص رأيك يكفي يا دكتور، لا بخورة بعد على قول على قول العرب. فاصل ونعود لكم بعد قليل.
اهلا وسهلا بكم. لازلنا مكملين مع الدكتور احمد العرفج في حلقه من حلقات اهلا بالعرفج. اهلا وسهلا فيك يا دكتور. راح نروح الى تصريح الاسبوع من صحيفه الشرق. 500 من محبي جمع السبح يطالبون بجمعيه تحتويهم. نتابع. استعرض أكثر من 100 شاب سعودي هوايتهم في اقتناء السبح النفيسة والنادرة خلال الملتقى الثاني لهواة جمع السبح على مستوى المملكة الذي أقيم في مدينة الدمام، وطالب المجتمعون بجمعية تحتويهم وتطور من قدراتهم من أجل الحفاظ على هذه الهواية التراثية، مبينين أن بوصلتهم ضائعة بين هيئة التراث والسياحة وجمعيات الثقافة والفنون. تفضل يا دكتور. طيب سعد، خلينا أول شيء نتكلم عن الجزء الحقيقي والمهم في الموضوع، بعدين عاد ندخل في ما يسمى الطقطقة والمزاح. شوف، أولا لا نستهتر في موضوع السبحة. الشيخ أبو بكر أبو زيد الله يرحمه ويسكن جنة النعيم، عضو هيئة كبار العلماء، له كتاب كبير اسمه السبحة تاريخها وحكمها. ثانيا، أنا من دعاة النقابات هذه البسيطة عشان الناس تلتقي. يعني في مصر مثلا، أنا كنت أقرأ قبل كم يوم في تاريخ مصر، كان في نقابة للصوص، في دول أخرى في نقابة صيادي السمك، في بلدان أخرى في نقابة عشاق الورد، في فرنسا نقابة زارعي البصل. يعني أنا قصدي أن المؤسسات هذه مهمة جدا، بغض النظر عن السبحة أنها مهمة جدا. نجي للسبحة. السبحة طبعا في الوجدان السعودي لها حسابات خاصة غير دول العالم الإسلامي الأخرى. يعني في دول العالم الإسلامي لما في اندونيسيا تشوف واحد مع سبحة ترى هذا متدين. في السعودية تستخدم للوجاهة مثلا والاستعراض الثراء مثلا، حتى بعضهم قال قل لي كم ثمن سبحتك أقول لك كم رأس مالك. ثانيا، تدخل في الوجدان الشعبي مثلا، الشاعر هذاك اللي يقول انفكت السبح وضاع الخرز ضاع وحاولت لمه يا سليمان وزريت. تدخل أيضا في تجارة السيارات ومعارض العقار، دائما تجد تجارة السيارات الشريطية معهم سبحة ويدور فيها الشريطي والشاعر والشيخ والهذا كلهم عنده موجود. ايه نعم، وشعر القلطة. بس شوف من نعم، أيضا تستخدم كناحية نفسية لامتصاص الشحنات وتوترات القلق في المباريات والغضب. نعم، لكن أجمل من قاله واحد بريطاني، قال لي أحمد إن السعوديين يستخدمون السبحة ليش؟ قلت له ليش؟ قال حتى لا يعبثون بأنوفهم، يعني عشان الواحد ما ينشغل بوجهه ولا شيء. نفسي أتعرف على هذا البريطاني اللي أهلكته في كل ما هذا رحت له. ودي أتعرف على البريطاني أنا هذا. بعدين إن شاء الله عارفك. أبشر يا أبو سعد، بس خلى الحلقة تنتهي. شكله أبو ديفيد العاصي هذا. أبو ديفيد العاصي حلوة ملعوبة. طيب أنت عموما بسألك، أنت كيفك مع السبحة؟ والله ذكرتني، الله يذكرك للشهادة، أقول أمين. أنا كنت أشتري سبح غالية، لكن للأمانة في السعودية في عمليات سلتحة للقلم والكبك والمدخنين، إخواننا الولاعة والسبحة، لذلك صرت أشتري سبحة بريالين. والسبحة بريالين هذه الناس تزهد فيها، ما تسوى إثم السرقة، ما حد يسرقها لي. كويس أنك ذكرتني، اللي جاب بالي نتكلم عن سبحة بريالين، وهذه للأمانة رائجة، ما هي مغرية. تذكر مرة جبت عندكم بالاستوديو سبحة غالية، ما أدري من لطشها واحد من فريق يا هلا بالعرفج، لكن راحت. ويلت أول شيء آخر شيء يروح لي، كل يوم يروح لي ساعات. شوف في أغنية مصرية مشهورة شعبية تقول هاتوا الفلوس اللي عليكم دام أنك في مصر. يلا خلينا نروح فاصل قصير 30 ثانية ونعود. أهلا وسهلا بكم، لازلنا مكملين في حلقة من حلقات أهلا بالعرفج. كاتب الأسبوع الراحل الدكتور عبد الرحمن الوابلي رحمه الله، الذي توفي يوم الجمعة الماضي، ورحم الله أبا جهاد، تاريخ اسم نضال. قلت في الأسبوع الماضي عندما أبناه بأنه قهر الظلاميين وهو حي، وحتى بعد مماته استمر في قهرهم. اليوم هو الدكتور أحمد، طبعا اختار الدكتور راح عبد الرحمن الوابلي ككاتب الأسبوع كنوع من الوفاء، وهو يستحق، وهو قامة كبيرة. المقال المختار نحو هيئة وطنية لمكافحة التطرف والإرهاب،
نتابع هذا المقال ثم الدكتور أحمد العرفد يتحدث عن الراحل. المقال المختار لكاتب هذا الأسبوع الدكتور الراحل عبد الرحمن الوابلي رحمه الله بعنوان نحو هيئة وطنية لمكافحة التطرف والإرهاب، يقول بعد فاجعة 11 من سبتمبر التي صعقت أمريكا وهزت العالم، بدأت مراجعة ما حدث من قبل الدوائر الاستخباراتية والأمنية والسياسية وحتى الأكاديمية ومراكز الدراسات الاستراتيجية والأمنية الأمريكية لمعرفة حقيقة ما جرى وهل كان بالإمكان تفاديه أم لا. بعد الدراسة التي اعتمدت على كشف الملفات السرية وغير السرية، اتضح أنه كانت هناك معلومات مشتتة وغير متكاملة موجودة عند بعض الدوائر الاستخباراتية والأمنية الأمريكية تؤشر إلى قرب وقوع مثل هذا الحادث الإرهابي الشنيع في عقر دار أمريكا وبالتحديد ضد مراكز قوتها وهيبتها. لو تسنى جمعها ودراستها كوحدة واحدة قبل وقوع الحادث لتم تفادي وقوعه. وعلى هذا الأساس تمت التوصية من أغلب الأطراف التي درست ودققت ملفات وقوع الحادث الإرهابي بأن يتم تأسيس مؤسسة أو كيان أمني مستقل يجمع جميع ما يرد للأجهزة الاستخباراتية والأمنية والمدنية وحتى البحثية من معلومات مشتتة ومتناثرة ليتم جمعها وأرشفتها كوحدات مستقلة، وعليه دراسة كل وحدة منها على حدة والخروج بتصور أكثر وضوحا ودقة من أجل سرعة التعامل معه قبل أن يستفحل أمره ويضرب ضربته. وهنا تم اقتراح تأسيس ما عرف ب United States Department of Homeland Security، وزارة الأمن الداخلي الأمريكي أو هكذا ترجمتها، وتم تأسيسها على وجه السرعة. ومهمة هذه الوزارة هو منع الهجمات الإرهابية من الوقوع داخل أمريكا بقدر المستطاع أو على الأقل تقليص إمكانية وقوعها ما أمكن ذلك وتخفيف أثارها في حال وقعت، وكذلك الخروج منها بأقل الخسائر البشرية والمادية. كان السبب الرئيس في تأسيس مثل هذه الوزارة هو شبه اتفاق لجان التحقيق والدراسات الرسمية التي حققت وبحثت في موضوع سبب وقوع كارثة 11 من سبتمبر الإرهابية على أن المعلومات عن وقوعه كانت موجودة ولكن بشكل متناثر ومشتت بين عدة إدارات استخباراتية وأمنية ودبلوماسية ومراكز بحثية. إذن فالمشكلة قد لا تكون في غياب المعلومة عن مخطط للقيام بعمل إرهابي ما، ولكن في اكتمال هذه المعلومة، ولا تكتمل المعلومة إلا بجمعها من عدة مصادر ووضعها في مصدر واحد للخروج منها بصورة واضحة ودقيقة وبتفاصيلها أو على الأقل بتحذير حيال وقوعها والبحث عن معلومات أكثر وأحدث عنها والخروج برؤية متكاملة عنها ووضع الخطط المناسبة لمنعها قبل حدوثها في الوقت المناسب. كما لا يقل أهمية عن منع وقوع الحادث الإرهابي هو التقليص من إمكانية وقوعه قدر المستطاع، كما لا يقل أهمية كذلك عملية تخفيف الآثار الكارثية في حال وقوع عمل إرهابي ووضع الخطط المناسبة للخروج من أي حادث إرهابي يقع، ليس فقط بأقل الخسائر ولكن كذلك بأسرع وأيسر الطرق للخروج منه. وبما أن المهمات أعلاه قد تقع على أكثر من قطاع أو دائرة حكومية سواء كانت أمنية أو مدنية أو حتى خاصة، يتم وجود منسق واحد يخطط وينسق بينها لجمع جهودها وتكثيفه نحو منع الكارثة أو الخروج منها بأسرع وأقل الخسائر. الإرهاب أصبح وباء عالميا لم ولن تسلم منه أي دولة، ومن الصعب القضاء عليه بالسهولة المرجوة. الإرهاب ليس كأي جريمة نتاج حاجة وفعل، الإرهاب نتاج ثقافة وفكر ودعاية وتنظيم ودعم مادي وإدارة ومساندة وفعل، أي هو متعلق بعدة حلقات. وبما أن الإرهاب يتدرج من سلسلة حلقات أولها التطرف والتشدد والطائفية والتعصب والعنصرية، ثم التكفير، وبعدها الدعاية للفكر المتطرف التكفيري، ومن ثم جمع جهود المتطرفين في مجموعة أو خلية واحدة والتي بدورها تحتاج لإدارة ثم دعم وتدريب ومساندة، حيث يخرج علينا الإرهاب تفجيرا بعد كل تكفير. معنى هذا أن الإرهاب كما أوردنا ليس كالجريمة نتاج حاجة وعمل غير قانوني، مع أهمية المحاربة الاجتماعية للجريمة والتي يمكن لقطاع أمني واحد أو اثنين أن يتعاملا معها مثل المخدرات أو السرقة. إنما الإرهاب يبدأ بفكرة ومن ثم دعاية وإدارة وتمويل وتدريب ومساندة وتفجير، أي أن رصد هذه الحلقات من قبل جهة حكومية أمنية أو مدنية واحدة أو اثنتين قد لا يكون كافيا لجلاء الصورة وبوضوح للمسؤول عن محاربة الإرهاب. قد تجد أن لدى كل قطاع حكومي سواء كان أمنيا أو مدنيا معلومة عن حلقة من الحلقات المكونة للإرهاب، ولكن وجودها متفرقة كعدمه، وهذا ما توصلت إليه لجان التحقيق الأمنية والسياسية والدبلوماسية والأكاديمية في حادثة 11 من سبتمبر بأمريكا.
قبل مدة تساءل أستاذنا الوطني الجميل قينان الغامدي مندهشا في مقالة له في هذه الصحيفة من وجود ردود فعل غاضبة ومدينة لكل عمل إرهابي يحدث من عدة قطاعات حكومية دينية ومدنية، ولكن لا شيء يتغير، النتيجة هي هي تفجير بعد تفجير. وكذلك يشاركه في هذا التساؤل والاستغراب أغلب كاتباتنا وكتابنا في صحافتنا الوطنية. صحيح أن الإرهاب لا يجابه فقط بالعمليات الأمنية وحدها، ولكن بالفكر أيضا، ولكن الفكر يجابه الفكرة لا غير، ولا يستطيع وحده أن يجابه الفعل. والإرهاب فعل مستطير سواء كان فكرا أو تفجيرا، يستطيع الفكر فضح الفكر، ولكن لا يستطيع منعه من النزول على الأرض، وإنما يقترح حلولا لمنعه من ذلك. والجواب عن أسئلة الزميلات والزملاء وجميع المواطنين المخلصين ممن يستغربون تكرار التفجيرات الإرهابية لدينا هو عدم وجود قطاع واحد يضم في جنباته متخصصين أمنيين ومدنيين لجمع المعلومات المتناثرة عن كل حلقة من حلقات الإرهاب من كل القطاعات الحكومية المدنية منها والعسكرية، والخروج منها بتصور واضح ومتكامل، ووضع الخطط المقترحة لمنع الإرهاب قبل وقوعه، ووضع الخطط كذلك للتقليل من خسائر أفعاله البشرية والمادية، ومحاولة الخروج من حوادثه بأسرع الطرق وأنجحها. لذلك أقترح تأسيس هيئة وطنية عليا لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب تضم متخصصين مدنيين وعسكريين وطنيين، تكون لها صلاحية آمرة على جميع القطاعات الحكومية العسكرية منها والمدنية، وتكون تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين مباشرة أو ولي عهده الأمين، حيث تنسق بين جهود جميع القطاعات الحكومية وترسل لكل دائرة حكومية ملاحظاتها عليها من أجل أن تؤدي عملها كاملا وعلى أتم وجه في مكافحة الإرهاب. تفضل يا دكتور، كلمة لك. رحم الله الكاتب القدير الأستاذ عبد الرحمن الوابلي. شوف الشيء المحزن يا أبو سعد أنه مخصصين له إحنا بعد أسبوعين هو كاتب الأسبوع، وعلى أساس نجري معه اتصال ونفعل كما نفعل مع بقية الكتاب، لكن اختاره الله إلى جواري. رحم الله أستاذنا القدير وأسكنه فزيح جناته. أنت لما تتكلم عن واحد مثل عبد الرحمن، وكما تعودنا عندما نتحدث عن الأموات لا نتحدث إلا عن الجوانب التي نعرفها من جانب الإيجاب، وإن كان ملاحظة وملاحظتين لا نذكرها. أول شيء يميز هذا الكاتب محاربته للتطرف والإرهاب. طبعا لما تأخذ مقالات الأستاذ الله يرحمه كلها أو 90% تجد أنه مسخر قلمه لمحاربة الظلام والتطرف والإرهاب، وأيضا لأنه مات الله يرحمه. سنتكلم أيضا أنه أحد كتاب بعض المسلسلات التي تحارب التطرف، وجابها في ذلك حربا قوية وشتم واستفز أثناء حياته رحمه الله، ولكن كله إن شاء الله يجد يوم القيامة. أيضا مما يميز الأستاذ عبد الرحمن سعة الثقافة، يعني أنت لما طربنا الآن للمقال اللي قرأه الآن أخونا مصعب، الحقيقة التنوع والثقافة تجدها بادية بشكل كبير عند الأستاذ عبد الرحمن، ولا يمكن أبدا تخطئها العين. أيضا من الأشياء التي تقنعك هو القدرة على الإقناع عند عبد الرحمن والتحليل الله يرحمه. ترى مو كل كاتب يقنع، هو الآن أقنعك بهيئة وطنية وأقنعك بكيف آليتها وأعطاك الدليل، وفعلا تكلم عن التفكير والتفجير والعلاقة بينهما بطريقة تجعلك تقتنع أنك أمام كاتب عملاق. أيضا عنده تقبل الآراء. شوف هذه نقطة مهمة للأستاذ عبد الرحمن لازم نعترف فيها، تقبل الآراء الأخرى وعدم التصادم معها. هذه ترى نادرا، ليت الكتاب الآخرين يتعلمون من عبد الرحمن هذه الصفة، أنه يتقبل. ترى قليل اللي يتكلموا يتقبلون يا أبو سعد الآراء الأخرى الصادمة لهم. هو لم نقرأ له مقال مثلا يرد على واحد أو يصححه أو يدخل في جدالات معه، لا، كان يتلقى الطعنات وهو ساكت ولا يرد، لأنه قضية الوطن عنده أهم. أيضا من أبرز الإيجابيات في حسه الوطني العالي، يعني عبد الرحمن مسخر قلمه لخدمة الحس الوطني. أنا لا أقول الوطنية لأن الوطنية كثروا فيها اللي يكتبون، الحس الوطني يعني تجد محوره هو الوطن والدفاع عن الوطن وقضايا الوطن وما يخدم الوطن، ولكن أيضا وهذه لكن مهمة من غير ترخص أو تسطيح. ترى كل الناس تدعي أنها تحب الوطن، هو تلمس في الوطنية ولكنها لا تظهر، يعني مثل خليني أقول لك مثل السكر في الشاي تشرب وتتذوق لكن ما تشوف السكر، هو نفس مقالات عبد الرحمن. جميل. تتذوقها كحس وطني لكن لا تجدها بالعين. أيضا
نحن قلنا الأسبوع الماضي عن أسرة الله يرحمه محمد صادق ذياب وشكرناهم على الخواجة، يعني أنا أوجه أسرة أيضا لأستاذنا القدير أسرة الأستاذ عبد الرحمن بأنهم يجمعون مقالات هذه حتى تبقى للأجيال، وحتى نثبت للأجيال القادمة أن هناك من قالوا لا للإرهاب وهناك من قهر والله أنا أتبنى عليهم سواء لكن صحيح أنه كان يشرب. لكن اسمح لي هذه بس دكتور تفريعة بسيطة فيما يتعلق، أنا أتمنى من جريدة الوطن كدور لها وتقدير الكاتب أن تفعل هذا الشيء، أو أسرة طاش أو سلفي أو يعني أو المعنية بهم إم بي سي أنه تجمع فعلا هذه المقالات أو كل ما قدم، ولعل يمكن الأولوية الوطن بأنه من أعمدة الوطن والكتاب اللي يعني منذ سنوات طويلة ويكتب قدم يعني مقالات وآراء، فأتمنى أن الوطن يكون له دور في هذا الجانب. أنا أقاسمك الرأي يا صديقي وأشاركك الرأي أيضا بهذه الخطوة، لأنه مقالات عبد الرحمن رحمه الله تصلح لأن تكون للمستقبل، تصلح أن تكون خريطة عمل، طريق خارطة الطريق لمحاربة الإرهاب، لأنه هو نذر نفسه لمكافحة الظلام وقتال الإرهاب ومنع التطرف وكل هذه الأشياء. لا أقول كثيرا ولكن سأختم في قصيدة جميلة كتبها شاعرنا الأستاذ القدير مفرح الشقيقي عندما رثى عبد الرحمن وقال: قالوا رحلت وما نراك مغادرا، في الروح رغم الموت ذكرك خالد. خالد جميل جميل. يسلم شاعرنا الشقيقي صديقنا العزيز، وأنت يا دكتور تسلم، والوابل يستحق منا كل يعني يستحق منا أكثر من ذلك، كل وطن أيضا يستحق منه. نتمنى أن يكون في تفاعل يعني، وهذا المبادرة اللي ذكرتها يا دكتور أن تتم لاحقا. فاصل ونعود لكم بعد قليل. اهلا وسهلا بكم مكملين في حلقه جديده من حلقات يا هلا بالعرفج. يا هلا بالعرفج من القاهره ايضا هذه المره، رحل وارتحل وان شاء الله يرجع بعد في الايام المقبله. نروح يا دكتور لمزايا الكتب المسموعه. مزايا الكتب المسموعه يا ابو سعد، هذا رابط الحقيقه الناس بلشوني كل شوي منين تجيب الكتب وشلون تسمع كتب صوتيه، حطينا لهم رابط عملوه اخواننا عمال المعرفه في الجزائر في أكثر من 200 كتاب أو 300 كتاب، وبالذات الكتب التي تتناول تطوير الذات، مثلا في كتاب العادات السبع الأكثر تأثيرا المدري إيه، موجودة كلها وصوتية على الرابط هذا. فلا يجي أحد يسألني يقول لي يا أحمد من وين تجيب الرابط، هذه الروابط اشتغلوا عليها، بس ناس ما تبي تقرأ، بس تبي تسأل، بس تبي تتفلسف فقط يعني مع الأسف. طيب المزايا الكتب هذه المرة. والله شوف هذا موضوع مؤلم، فالآن تعرف صديقنا المخرج اللي صاعد لسماء الإبداع بسرعة الصاروخ نحو السماء، سماء الإبداع، الآن هو في هونغ كونغ الأستاذ محمود صباغ يعرض فيلم في منتدى دولي عن الأفلام ويرفع رؤوسنا هناك. في هذا الوقت هو مقدم شكوى في وزارة الثقافة والإعلام في جدة. قبل سنة شفت كتاب اسمه موسوعة جدة، واتضح أنه سارق أكثر من 30 صفحة لأخونا العزيز محمود صباغ. محمود قلت يعني تشاور محمود معي فذهب إلى وزارة الثقافة وقدم شكوى رسمية من سنة لجنة الحقوق الفكرية، راحت اللجنة وجات اللجنة وانتظر حكم في الرياض، فتفاجأ أن المعاملة ضاعت، قالوا قدم من جديد. في هذا الوقت يعني فعلا أنا حاولت أشتري الكتاب موسوعة جدا لقيته أكثر من 400 ريال سعره. الآن أنت هو سارق تقريبا 30 صفحة بالحرف، حرف حرف، غير اللي سرق منها صفحة صفحتين أو مقاطع. سرقها من محمود والوزارة ضيعت المعاملة، يجب وزارة الثقافة تحرمه من محمود. نعم، والمعاملة ضيع ولا، ومحمود يعني روى القصة كاملة، أنا استحي أقولها وما في وقت أقولها، يعني أنه جيب إفادة، كتب إفادة، نادى المؤلف السارق فكتب إفادته فقالوا ما ردك على إفاده، وقالوا أنه فعلا أنت يعني مظلوم 100%، رفعوا الأوراق للرياض ينتظر الرد، تفاجأ أن المعاملة ضاعت، الآن قالوا لي إذا رجعت من هونغ كونغ قدم طلب من جديد. يعني شيء محزن والله يا أبو سعد. يعني محمود هذا شاب وطني ممتاز يصنع أفلام،
مشغول في قضايا روتينيه انه مسروق، المفروض هذه بدون بدون قرار تشوف الصفحات متطابقه خلاص الحكم يصير المحمود. لكن مع الاسف انا اتمنى صوتنا يصل اول مره تطرح القضيه في جهاز اعلامي، يعني لا في صحف ولا شيء، لان محمود رجل يعني ما يحب المشاكل وعفيف وداخل. قلت له انا اعطيني الموضوع نحطه في اهله ضمن ميزان الكتب، وهذا كتاب يباع الان، بيع منه يمكن عشرات الالاف من النسخ وبثمن غالي، وهو جهد محمود من مدونه محمود. نعم هذا لا يعني اتمنى الوزاره نعم. يسمعونا او الوزير يسمعنا، ما انه هو وزير ثقافه واعلام، فبالتالي يعني يفترض انه هذا الموضوع يستفزه يعني ويعمل حل سريع. طيب نروح لعباره الاسبوع يا دكتور. شوف عبارة الأسبوع، طالما احنا يعني في مصر وأيضا يعني أنت تتهمني، أنا ما أنا مصر أعتبرها يعني بلد ثاني لنا وفيها عمق ثقافي. شوف كلمة حنفية، أنا سألت أكثر المصريين ما يعرفون إيش معنى حنفية، يعني تستغرب أنت تنكة الموية الكبيرة ليش سموها حنفية. فبديت طريقة عام المعرفة أنغب في التراث وأغبر وأنبش، فوجدت التفسير العلمي لها كما تقول المراجع. يقال إنه الناس زمان في مصر كانت تتوضى من المياه الجارية ومن البرك وكذا، فجو بعض الناس قالوا إن الخيول وهي تمشي ممكن تلوث البرك بالنجاسة أثناء الطرطشة ولا شيء، فاقترحوا بعض الناس إنه توضع المياه في حنفية ويتوضى منها الناس. جو بعض نقابة السقايين اللي يحملون المياه للبيوت وضايقتهم فكرة الحنفية ذي، فجمعوا الفقهاء من المذاهب الأربعة وبطريقة خبيثة قالوا لهم انتوا كيف هذا ما يجوز وهذا كذا، فأصدروا جميع الأئمة فتوى بتحريم الوضوء من الصنبور ما عدا المذهب الحنفي، قالوا لا يجوز، فسموها حنفية بناء على المذهب الحنفي الذي أجاز آنذاك الوضوء من الحنفية. والغريب أنك أنت لما تقول رجل مذهب حنفي، إذا أردت أن تقول امرأة فقيها ماذا تقول؟ امرأة حنفية. فالحنفية جاءت من هذه النقطة، إن أجاز المذهب الحنفي جواز الوضوء بما يسمى الحنفية، ولا هي تنكة إيش دخل الحنفية فيها؟ هكذا تقول المراجع. جميل. ليس في ذمتي بل في ذمة المراجع. طيب بيت القصيد. بيت القصيد أيضا نظل في مصر، شاعر النيل حافظ إبراهيم له بيت عملاق في مسألة الجماعة وآراء الفرد. طبعا تعرف الفرعون لعنه الله كان يقول لا أريكم إلا ما أرى، يعني الرأي رأيي، فهو يقول رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. شوف مثلا الطغاة العرب اللي كانوا حاكمين بعض الدول العربية، رأي فردي يدخل البلد في حرب ويطلعها في حرب، مثل عمر القذافي أو صدام أو كذا، رأي فرد، رأي الجماعة ما يؤدي لهذه النتيجة. فهو يقول رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. إذن فاصل ونعود لكم بعد قليل. اهلا وسهلا بكم، لازلنا مكملين في حلقه من حلقات هلا بالعرفج. راح نروح سريعا عشان الوقت للمقاطع الفيديوهات، ناخذ يمكن مقطع واحد او اثنين اذا قدرنا. واحد اولا ما اشترضيش سعيد من عرف ربي سعيد مسك حبل الغنى والعز بيده وبات الخير كل الخير عنده وبات الخير كل الخير عنده يهنو يسعده ربه يزيده تعيش مرتاح لو أسلمت قلبك ولو وجهت وجدانك لربك وعاد كيف لو ربي أحبك وعاد كيف لو ربي أحبك وهو دائم معك وفي بوعده وهو دائم معك وفي بوعده رضي قلبك بحسن الظن بالله خليها على الله عباقي وحبيب أحسن من الله عباقي وحبيب أحسن من الله بحفظ لك وإكرامه وجوده على من أنت. هذه تحية لأهل اليمن، يعني
من اعتقد من شاطئ الحديده يمكن، ما ادري اي الشواطئ او شاطئ عدن ما اعرف. يا سلام، تفضل يا دكتور. شاطئ يا ابو سعد، شوف شاطئ، ايه اقول لك شاطئ جميل ما شاء الله، شوف كيف الغناء البريء يطرب الروح. هو يعني غلام صغير ما هو كبير في السن، فمستمتع وهو يؤدي عمله بكل يعني فرح وحب. نعم، راح نروح الى 30 ثانيه سولو بريك ونعود. أخيرا أغنية الأسبوع يرويها لكم كالعادة العرفج، ولكن قبل أن يرويها نستمع إلى قليل منها حسب طلب الدكتور أحمد. يا رفيع التاج من آل سعود، يومنا أجمل أيام الوجود، موكب الخير من البيت العتيد، جاء يختال على النيل السعيد، فصحت مصر مع الفجر الجميل، تنثر الوردة على كل سبيل. يا رفيع، تفضل يا دكتور. من آل، شوف يا ابو سعد، هذه الاغنيه يعني اخترناها ما اشبه الليله في البارحه، الناس تترقب هنا زياره خادم الحرمين الشريفين والدنا الملك سلمان الى مصر بعد ايام، واول زياره حصلت للملك عبد العزيز، واول مره اصلا الملك عبد العزيز طلع خارج المملكه عام 1946 وكانت لمصر. لما جاء لمصر الناس يعني كان في صدى شعبي كبير احتفاء بالملك وفرحه بقدوم الملك على مستوى الملك فاروق وعلى مستوى الشعب، فما حبوا ان المناسبه تمر بهدوء كذا، فاختاروا افضل شاعر وهو الشاعر صالح جودة، وهو من يجيدين الشعر ويجودونه ايضا، واختاروا ايضا ليس اي موسيقار يلحنها ويغنيها بل محمد عبد الوهاب وهو كان من سلاطين الطرب انذاك، وفعلا تمت الأغنية على مقام حجاز احتفاء بالملك الذي هو ملك المملكة التي جزء منها الحجاز، وأديت الأغنية ولقت نجاح. ومن الغريب أيضا أن كل هذا العمل حسب ما سمعت ما كلف 10,000 جنيه، 10,000 جنيه الآن ما تقدر تشتري فيها، ولكن ذلك الوقت كان شيء كبير، لكن قيمة العمل أكبر من أي شيء الحقيقي. نعم نعم، شكرا لك دكتور. نعم، على هذه التقاطع كان طلب صغير فقط. تفضل. طلب صغير بسيط يا أبو سعد، أنه روتان أتمنى تعيد تجديد الأغنية بصوت آخر حتى تتلقفها الأجيال المقبلة إن شاء الله. نعم، سيحدث بعون الله. شكرا لك يا دكتور على هذه الالتقاطة الجميلة التي توقيتها في غاية في الروعة، نلقاكم دائما في أمان الله. أتول من عند الرسول. فإذا الفاروق موهود الشباب راح يستقبل بالبشر أصاب، أنتما عرشان في ظل الكتاب، جمعت قلبيهما روح الإله.